عاوز اطلع الايقاع على الجيتار، هطلعه ازاي؟ انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. عاوز اطلع ايقاع على الجيتار، يعني الايقاع عندي في اغنيه، عامل نموذج اغنيه صديق للقناه بعتها، شمع حمدان. الايقاع بتاع اغنيه من الاغاني المشهوره ليها، وصديقي ده طلب ان هو يسمع الايقاع ده بتفصيل، يعني يعمله ازاي. فانا هسمع الاغنيه معاكم ونشوف الايقاع ده عامل ازاي يعني. انا ممكن اقسم الايقاع دوت لبيز وايقاع يعني دوم وتك، بيز وتريب، تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم. فانا ممكن اعمله كده يعني. الايقاع زي ما احنا قلنا، فانا ممكن اخبطه كده بايدي على الجيتار واعزفه يعني على الترابيزة. فهو بالظبط هيبقى الاوتار كده. تخيل ان انا كتمت الاوتار كلها، الدوم بتبقى بالصباع الابهام لانها بترن على الاوتار البيز وتديني رنه قويه تبقى في الخلفيه، وبسحب ايدي، بسحب ايدي من الكورد نفسها يعني، اشيلها بالظبط بعد ما اعمل التقطيعه دي بتاعت الرنين بتاع الاوتار، اكتمه بان انا بشيل ايدي، بس بشيل ايدي شيله صغيره قوي يعني، احساسي يعني. اعتقد هو ده الايقاع اللي انا سمعته في الغنوة ده. فانا دايما احاول الاول انقر الايقاع بايدي، واعمل تنويعات عليه كاني بالظبط بطبل يعني، وبعدين احاول اعمله على اوتار مكتومة. ابطئه كمان لغاية ما اعمله صح. ويفضل طبعا يبقى معايا مترونوم، المترونوم بتاعي دوت هو اللي بيقود السرعة بتاعتي، ابدا الاول بيه بطيء وبعدين ابدا شوية بشوية بشوية، المترونوم ده هيقودني ان انا السرعة بتاعتي تبقى مناسبة للأغنية اللي انا بسمعها. واشوفكم الحلقة الجاية.